أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك
الفوز الكبير. إن الذين الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Mm-hmm.
فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس لما عليها حافظ.
الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على قادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا بسم الله
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة.
في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت مسك الختام تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة. تطلب الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربية الكاشفة بإدارة الحاج أحمد محمد جرادة بجريس، أما الفراشة فتطلب بمخازن الحاج شحات البري بمدينة أشبون. أسرة الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربية الكاشفة والفراشة تدعو للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص العزاء. هذا وتنتقل الإذاعة من هذا المكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.